حكم دخول العرفة قبل الزوال من يوم التاسع من ذي الحجة؟ لا بأس بذلك أن يدخل الإنسان عرفة من أول النهار أو من آخر النهار أو من الليل، لأن وقت الوقوف يبدأ على الصحيح من زوال الشمس يوم عرفة ويستمر إلى طلوع الفجر، إلا أنه من وقف في عرفة في النهار فإنه يجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس، ولا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخول عرفة يجوز في أي وقت، في أول النهار أو في آخر النهار، لا حرج في ذلك. نعم.